أرأيتم شيخ الكريم إن مثلا انتشر بين الناس في الرؤى أو نعم أن هذه الليلة أو الليلة اللي عقبها هي ليلة القدر، يعني 23، نعم، هل يعني انحساره عن أو ضعفه أو حتى يعني قلة اهتمامه بالصلاة، وربما ترك قيام الليل أو ترك جزء منه، نعم، هل هذه علامة قبول أنه قبل في هذه الليلة التي أدركها وخشع فيها و أو هي يعني قد تكون أمارة على الأسف عدم القبول مثلا؟ هو أولا بالنسبة للرؤى لا ينبغي أن يبنى عليها حكم، الرؤى ظنية. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقول عليه الصلاة والسلام أرى رؤاكم قد تواطأت، يعني تواطأت على اجتمعت على شيء، ومع هذا لم يجزم لهم عليه الصلاة والسلام بما تواطأوا عليه، وإنما قال من كان متحريا لها فليتحرها في تاسعة تبقى إلى آخر حديث. فيدل الناس على الاجتهاد. يعني مثل لما تأتي رؤى كثيرة ويقول المعبرون أنها ليلة كذا، لا نجزم ولا نتوقف على هذه الليلة فقط. للأسف بعض المؤولين معبرين يجزم جزما وكأنه يعني يقطع بأن هذه الليلة أو هذه الرؤية أنها ستقع 100%، هذا ليس بالصحيح، هذا لا يقطع به إلا نبي. أما غير الأنبياء فإنها ظنية. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وأفضلها بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لما أراد أن يؤول رؤيا، وهو كان مؤولا رضي الله عنه، فأول رؤيا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صديق يعني، واستأذن منه. أيوه. فقال له عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذا كان هذا الصديق. الله. الآن يوجد بعض المؤولين الآن من يجزم جزما أنه سيقع ويحددك أحيانا بعض التواريخ، لا ويشتهر عن الكذب يعني. نعم، في أكثر مناسبة كذب يعني. نعم، في أشياء نعم تقع، حتى بعض الأشياء لا يمكن أن تقال. فعلى كل حال أنا أقول لإخوان إياكم أن تتعلق بالرؤى. لو كان معرفة هذه الليلة بعينها هو خير مطلق للأمة لبينت الشريعة والحمد لله انتهى الأمر، لكن لعله خير أنها لم تتضح هذه الليلة متى حتى يجتهد الناس العشر. الحمد لله، الإنسان عليه أن يجتهد. وحتى لو قيل هذه الليلة القدر، هذه أمور ظنية يعني لا يلزم الإنسان بها ولا يقطع، لكن كونه مثلا لما تكثر الرؤى على هذه الليلة كونه يعني أنه يحرص على هذه الليلة من غير أن يترك الليالي الماضية، هذا ما في إشكال، لأن قد تكون مبشرات وقد تكون، لكن كون الإنسان أنه يجتهد هذه الليلة ويضعف في سائرها، هذا ليس الذي عليه العمل وليس الذي عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم.